نتابع إذا قلنا بالنسبة للواد أنا غندير كوش ديال ميديوم المساحة المخصصة للواد كاملة تنعمرو مزيان ندخل مع التفاصيل كيف قلنا ندخلو مع التفاصيل كاملة هذا الميديوم غادي يفيكسي ليا الصباغة في نفس الوقت غادي يخفف هذاك اللون اللي غندير اللي هو التيركوا تنعمر مزيان شوف انا غندير غير القطات بانسو خفيف رقيق القطات ديال التيركوا كيف قلت لكم خاص تكون يدك خفيفه باش تخدمي هذا الخليط قبل ما ينشف تنجر من الفوق لتحت هو كيتخلط بوحدو وتنبقى نخدم الواد بهذه الطريقه هذه تنحصل على اللون اللي بغيت تنجر من الفوق لتحت وندخل مع التفاصيل ديال الضفات الأحسن يكون بانسو كبير لا وتنخدم الواد بهذه الطريقة هذه تنبقى نخدم ونعاود ما حسي بقى خضرة ممكن نتحكم فيها شوفو الضوء ديال الميديوم كيحبس هداك التيركوا الصباغة اللي درنا كيخليهاش تضيع تتخدمي على خاطرك هاهو لونتو كامل صافي كملنا اللوحة هذه النتيجة النهائية شوفوا كيفاش كتجي الطبيعة مرات مع الزجاج فعلا كنتمنى تطبقوها لان كتجي لوحة رائعة رائعة جدا جدا كتكون مميزة في البيت عن باقي اللوحات ما صعيبهش خصك غير تعرفي كيفاش تتعاملي مع الالوان هذه لوحه اخرى بالطبيعه ولكن التقنيه مغايره هذه غادي نطبقوا فيها الزجاج المكسر غنحتاج عرشمه ديال اللوحه اما كتشري لوحه بحال هكا واجدة أولا كتكون رشمة في الانترنت دائما المحدد الأسود كنحدد الرشمة ديال الطبيعة أنا اختاريت هاد اللوحة هذه بالنسبة للأدوات اللي غنستعمل الزجاج المكسر هو في الأنواع كاين رقيق كاين الغليظ هادو لي غران دو سابل كيتباعو في المحلات التجارية الكبرى كاين في الألوان كاين هدا في الأسود في الأحمر في الأبيض هادو لي زارك لي كيتستعملو في 3D كيتباعو هادشي كلشي كيتباع عند بائع لوازم الرسم هداك الكياس الرقيق لي بايات غلاظ الكولا ديال العود لي بانسو صباغة في الألوان أنا هذه خليت لكم هدية من عندي يمكن لكم تستعملوا أي شيء كيلصق على الزجاج ممكن تستعملوه باش كتخرج اللوحة كأنها عندك اون 3D
دابا غادي نرسمو السماء. اول شيء كنحط الكولا بالبانسو، الكولا هذه ديال العود رخيصه، كنعمر المساحه الخاصه بالسماء، كندير لها كلها الكولا، يمكن لكم الزجاج المقصن، يمكن لكم تشروه طالع واجد، كاين جاهز في الالوان، من الاحسن تشرو الابيض باش تلوني على الشكل اللي بغيتي. كيف يمكنك توجديه في البيت ولكن فيه شويه الخطوره. يمكنك تستغني عليه وتستعمله في البلاصتو. لي غران دو صاب اللي قلت لكم كيتباعوا في محلات تجاريه لي ساشي، ما غاليش، فيهم كميه كبيره وتيبان بحال الزاج. غناخد الزجاج المكسر هذا الرقيق جدا جدا، هذا الزجاج مدقوق ومغربل، وخدينا منه هذا النوع اللي كيكون بحال السنيده، رقيق بزاف لان السماء ما بغيتهاش تجيني خارجه بزاف، بغيت تجيني بعيده، فانا درت فيها الزجاج اللي كيكون رقيق بحال السنيده. ها هو كنبقى ندردر فوق من الكولا، ما حد بقى خضره، كتشدو بسهوله. عمري 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 مزيان، لانه ملي غينشف هذاك اللي الشريط غادي نسوسو ونحيدوه. انا اخترت الزجاج المكسر رقيق جدا، تيجي بحال سنيده باش كيعطيني البعد ديال السماء. انا كنقي بشيته ناشفه هذاك الزاج، كناخذ ثاني الكولا وغادي نمشي للواد. الواد حتى هو غندير ليه نفس النوع ديال الزجاج، يعني هذاك رقيق جدا، قلنا مدقوق ومغربل، وكيعطي نتيجه جميله الا انه فيه خطوره شويه الى صيفتيه في الدار. هيا كندخل مع التفاصيل ديال الواد، كندير هاد الكولا ديال العود، ندير واحد الكميه، ونفس الشيء حتى هو غندردر عليه هذاك الزجاج المكسر رقيق جدا، كيف قلنا باش كيعطيني واحد العمق، ما بغيتوش يجيني خارج بزاف، يعني مازال غادي نخرج البيوت والجبال. كيف قلنا نفس النوع ديال الزجاج، هذا اللي بحال سنيده رقيق، غندردرو فوق من هذيك الكولا اللي درت، عمري مزيان لان في الاخر غادي نسوسو حيد زائد. غير الدردري تيشد مع الكولا، تنقي الزاجة، كنجر بالبانسو ناشف باش نقي الأماكن الأخرى، ومغيشدش فيها لأن مفيهاش الكولا، كان غير باش مضيعش ليا. كنعاود نزيد هداك الشي فوق الواد. هاي دابا السماء
والواد عمرناهم بالزجاج. دابا الجبال غندير لهم هاد الزجاج اللي غليظ، لكن قلت لكم بغيتهم يجوني خارجين باينين. اذا كنديروا رشمه من تحت فوق من الزجاجه، تنحدد المحدد الاسود كنخليه تينشف وتنبدا نخدم بلاصه بلاصه. السماء درنا لها الزجاج رقيق بزاف، ودابا الجبال انا كندير من الكولا، عمري مزيان بالكولا، وغادي لهم الزجاج اللي شويه غليظ. انا غنمشي غير مع الجبال، ما ندخلش مع البيوت اللي عندي في الصوره. شفتوا انا كندخل مع التفاصيل داخل، هذا كله جبل في بعض البيوت ما نقيسهمش دابا. تو من الاحسن عمري بلاصه بلاصه، ندير السماء والواد حتى تشد مزيان، عاد دوزي الجبال. قبل ما تمشي في الكولا عمري مزيان بزاف. صافي دابا عمرنا بالكولا، غندوز لهاد الزجاج اللي غليظ، شوفوا شحال غليظ، وغنديرو فوق من الكولا. كيف كتعرفوا هذا الزجاج خصنا نتعاملو معاه بحذر، الأحسن تكوني بوحدك محداكش الدراري الصغار. وحسن تحضي معاه ما تشديهش بعنف، شدي غير بشويه باش ما يجرحكش. هو شفتو الجبال درناهم في الزجاج اللي غليظ شويه. هذه لوحه تقنيه الزجاج المكسر اون 3D، هيا عمرتها شوفو على القرب. نقي البيوت قبل ما كيلصق عليهم الزاج. هادو السقوفة ديال البيوت كيف قلنا هاد النوع تيكون عندهم القرمود الأحمر، فأنا غندير بانسو صغير. دائما البانسو يكون على حسب المساحة اللي غتصبغي فيها. بانسو صغير غندير شوية ديال الكولا سقف ديال البيت، وغندردر فوق منو إما الزجاج المكسر الأحمر، أو أنا غنستعمل هادو لي غران دو صابل الأحمر.
غير عمري من بعد غادي تسوسي المكان اللي ما فيهش الكولا ما غتكونش فيه الزجاج. نفس الشيء غادي نديرو مع الاسقف ديال البيوت كامله. كيف قلنا تنقي الزجاج بانسو ناشف هذا الجانب ديال الواد، غندير فيه هاد لي بايات اللي كيكونوا غلاط بزاف بحال قشور البيض هما مذهبين. اذا ما لقيتهم ديروا غير الزجاج، من بعد غادي نصبغوا هاد الشيء بالالوان وغيدان باش تعطيني اللون الترابي. لقيتو بحال هاد لي بايات الاحسن تيكون شويه غلاط مذهبي، هما اللي غنديرهم في الضفتين في المكان المخصص للهضبة. الكولا دائما كندخل مع التفاصيل الكولا، عمري مزيان بالكولا. ومن بعد غندير فوق منها هذوك لي بايات مذهبين باش تعطيني اللون الترابي كأنها رمال. بالنسبة لهاد النوع ديال اللواحات المواد ما يمكنش تعرفيها على حسب كل لوحة وشنو كطلب. يمكنك تبدعي فيها، يمكنك ديري فيها اي حاجه بغيتي. الكولا كتلصق كل شيء. هاد الهضبه غندير بهاد لي بايات مذهبين تيكون شويه غلاط. عمري مزيان الزائد غادي يحيد من السوسوها. نفس الشيء غادي نديرو مع الهضبة اللي على اليسار. هاي هي عمرتها بالبايط الذهبة. هذه الا لاحظتو الطريق يعني اختي تجيني مهودة شوية، اختي نديرلها شي حاجة اللي تكون حاضرة على هدوك لي بايط. دائما الصورة هي اللي كتقول لي اشنو ممكن لي ندير، الصورة هي اللي توجهك لا في المواد ولا في الألوان. كل صورة والمواد اللي كتحتاج. هو غندير هاد الزجاج الرقيق اللي درت في السماء باش يعطيني إحساس بهبطة. هذا حاضر على الضفة، الزجاج المكسر رقيق بزاف نفس النوع اللي درت في السماء او بحال سنيدة باش تبان لي الطريق محضورة. هذه الدفة محادية للواد نلعبها بالكولا. دائما خدمي بلاصة بلاصة
الكرة كتنشف. غندير ليها هاد لي غران دو صاب لي غلات شويه، دي مجرد ابتكارات يمكن لك تستعملي اللوحه كلها بالزجاج. انا استعملت في بلاصه الزجاج المكسر، استعملت هذا لي غران دو صاب يكون شويه غلاط، تعطيو نفس النتيجه وما فيهم حتى شي خطوره. هاي اللوحة كملناها من حيث تعمار ديال الزجاج، كنخليوها تنشف بيتها ليلة كاملة وسوسيها باش كداك الزائد اللي ملاصقش بالكولا تنحيدوه. هاهو جمعتو كاع حيدتو، حضي معايا لأن فيه الزاج خطر. دابا هادي اللوحة ديالنا، دابا غنبداو التلوين، مغنخليوش هكا، غنبداو التلوين بالنسبة للسماء. هاهي شوفو الطريقة ديال الصباغة، لأن عامرة بزاف ميمكنليش نجرب بانسو، فغندير على شكل ضربات، أزرق ناصح الفوق وجيب كيبهات نحو الأسفل. كون عندك شي بانسو قديم، لأن الزاج تيخسر البانسو، وتدي على شكل ضربات راه دغيا كيشرب الصباغة. شي باش مزيان يكون كله في الابيض، لان كتصبغي باللون اللي بغيتي كيف ما بغيتي. الزجاج كيتباع في الالوان، ولكن الاحسن خذيه في الابيض باش انت تحكمي في الصباغه. هاي حتى نشفات اللوحه عاد بدينا الصباغه. شفتو هذه السماء، نجي من الفوق وانا جايه هابطه كنعمر البانسو، تنبدا من الفوق نجي هابطة على شكل ضربات. راه كتشرب الصباغة بسهولة باش كتعطيني ناصح من الفوق، ونجي كيبهات شوية نحو الأسفل. نفس الطريقة غنكمل السما كاملة. هادو الجبال على شكل ضربات دائما، هذا اللون البني. غنمشي مع الجبال كاملين نفس اللون البني. شفتي كندخل مع التفاصيل كاملة بالبانسو على شكل ضربات، تمشي مع الجبال كاملة. هذا الواد انا درت تيركوا، خاص اللون ديالو يكون مغاير على السماء، السماء في الازرق والواد درت له تيركوا دائما على شكل ضربات. غنمشي مع الواد كامل هذه الضفة ديال الواد ديال البني. غندخل مع التفاصيل بواحد تقريبا سنتيم
قلنا اللوحة ديال الطبيعة هي اللي هي اللي كتوريك اشنو اللون اللي خصك ديري واشنو الادوات المستعملة. ده الاصفر باسو باقي فيه شوية البني، تنهز الاصفر وتنحط بشكل ضربات. هذه الضفة ديال الواد، شوفوا اللوحة فاش كتبان. هذه الأرض طريق، أنا غنديرها أصفر والأبيض باش تجي باهتة وتبان لنا الطريق. شو دابا بانت بلي مهودة، الأصفر والأبيض. هاي اللوحة ديالنا بانت، شوفو كيفاش كتجي. هادو البيوت غندير لهم دابا الكولا، نخليتهم من الاخرين باش يبانو ليا. كندير الكولا وغندير الزجاج مكسر او لي غران دو سابل في الابيض. هاما لي غران دو سابل، هاد لي غران دو سابل كتكون الحبيبات ديالو شويه غليظه. انا غنديهم في اللون الابيض وما غنصبغهمش، غنخليهم في الابيض باش يبانوا في اللوحه ضاويين. نخليهم في اللون ديالهم ابيض. التقنيه ديال الزجاج المكسر كتجي جميله جدا. هي غنعمرها نخليها تنشف. ممكن نقيسو بيدي لان هذا غير دي غران دو صاب ماشي زاج. هذه دابا الضفه اللي على اليمين غندير فيها هذا النوع من الحصى، كيكون بحال الكياس كيدار في الجرادي. انا كنصبغو باللون الاسود و تيشرب الصباغه بسهوله جدا. كيف قلت لكم اللوحه ديال الطبيعه كل لوحة والتقنية اللي كنستعملو فيها على حسب الصورة اللي عندنا. أنا عندي الصخر على اليمين، غندير شي صخرات من هادو، هاد نوع الكياس دائما بالكولا. هذه الكولا ديال العود، كندير واحد النقطة كبيرة عامرة وتنحط فيها هذيك الحجرة الصغيرة ديالي. مقياس ديال الحجرة عينك ميزانك ما تكونش كبيرة بزاف. وغندير واحد التشكيلة الصخور بجانب الواد كتعطيني واحد المنظر زوين.
كنخرج على المألوف ديال السباغة. هذا الزجاج المكسر، هذا الصخر، كندير هذا الكياس، هذا هذا النوع، هذا انتما شفتوا كيفاش داير، كنصبغو بالاسود ومع الكولا كيلصق مع الزاج. هادو لي زار كيتباعو عند بائع لوازم الصباغه، خاصه تقنيه 3D، كيتباعو في ساشيات هكا في الالوان. غندير شويه ديال الشجر حدا هاد البيت، حدا هادوك البيوت الاخرين. كنهز الكولا نحطها في المكان اللي غنخصو الشجرة، الكولا كتبان لكم دابا بيضاء بحال الحليب ولكن من بعد كتولي شفافة متبقاش تبان. عمري مزيان البلاصة اللي غتلصقي فيها. وحطي هاد لي زالك، راهم تيلصقو بسهولة. هاهي الطريقة عشوائية كتعطينا منظر جميل جدا، شجرة بجنب البيت. هذا المكان غندير فيه شويه شجر، هاد التقنيه باش زوينه كتعطيك حريه ادوات الاستعمال، اي شيء ممكن يبالك يصلح الطبيعة ممكن تلصقيه. الكولا كتلصق كلشي على الزاج، خصكم واحد التناسق في اللوحة. تلصقو تنحطو نواك عليه واحد شوية ونخليه يبات ليلة كاملة هو هذاك الحجيرات وتلصق. هذا القرمود ديال اللوحة الأولى، من بعد ما نشف، من بعد ما نشفت الصباغة بهذا اللوساغن في الأسود، كندير بحال الأقواس كترمز للقرمود فوق من الصباغة ناشفة. تمشي مع الأسقف كاملة، اتجاه ديال القامود يكون في اتجاه ديال السقف. هاي اللوحات من بعد ما كملوا، هذا رسم الطبيعة على الزجاج. كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. الخلفيه انا حطيت غير الثوب الابيض باش تبان لكم، يمكن لكم ديروا الخلفيه في الابيض كيف يمكن لك ديري بابي الومنيوم كيتكمش ويعاود يتسرح، تعطي واحد اللمعه للوحه. شوفوا الطبيعه كيفاش كتجي، قلت لكم رسم الطبيعة هو شيء ممتع جدا، في إبداع، في خيال، في ألوان. ما صعيبش، خصك تعرفي كيفاش تتعاملي مع الألوان. من الأحسن خذوا رشمة تكون ملونة. هذه تقنية الزجاج المكسر، شوفوا كيفاش كتجي
شيء مغاير جدا. شوفوا اللمعة ديال الزجاج كتجي رائعة. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، كنتمنى يكون عجبكم. ما تخافوش من رسم الطبيعة، ماشي شي حاجة صعيبة. الله يوفقكم وبصحتكم.